بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز، الأخبار الرياضية. إذا قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. أعلن نادي بريست الفرنسي عن تعاقده مع النجم الجزائري يوسف بليلي حتى نهاية الموسم مع أحقية التجديد لثلاث سنوات قادمة. يوسف البليلي كان قد أنهى تعاقده مع نادي قطر القطري منذ شهر ديسمبر الماضي، وقد تلقى مهاجم الخضر عدة عروض من تركيا والسعودية، ولكنه فضل التنازل عن عدة إغراءات وخوض التجربة في الدوري الفرنسي. إذن يجب على يوسف فرض نفسه في نادي بريست، ونتمنى أن يعود أقوى في شهر مارس ضد الكاميرون، وكل التوفيق إن شاء الله ليوسف البليلي في مشواره الكروي. أعزائي المشاهدين، أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.